أهلا وسهلا بكم. في هذه الوحدة التعليمية سنقوم بتعلم كل حروف العلة التي لا وجود لها في اللغة العربية، وبالتالي قد تكون بالنسبة لكم صعبة للغاية، ولكن مع ذلك يمكنكم تعلم حروف العلة هذه بشكل جيد مع بعض التدريب. هل من الممكن القيام بذلك؟ طبعا وبدون أي مشكلة. سيعرض لكم كل من إنعام ويورجن في شريط الفيديو ما يجب عليكم القيام به، وكيف يمكنكم من خلال حروف العلة الألمانية والعربية التي تعرفونها مسبقا إلى الوصول لتعلم أحرف العلة الجديدة وبالمثل. وإذا كان لديكم شك في ذلك ثقوا بنا وقوموا بإلقاء نظرة على أشرطة الفيديو المفردة، وتدربوا مع أشرطة الفيديو الحروف الإضافية و20 كلمة في نهاية هذه الوحدة التعليمية.